مرحبا، أول حلقات لوج إن لهالأسبوع انطلقت وبلش مشوارنا لحتى نتعرف على آخر أخبار مواقع التواصل الاجتماعي من حول العالم واللي صارت بيها العطلة. خلونا نبدأ بأول لوج إن على إنستغرام. وانطلاقة أخبار جولة اليوم عربية، وتحديداً رح نروح فيها على لبنان والعنت كارول سماحة يلي اسمها كان تريند، مو لأنه كان عيد ميلادها وبس، ولكن بسبب كادو إجاها بهذا اليوم. كارول سماحة نشرت عبر حسابها الخاص على إنستغرام هالمقطع الفيديو يلي عم بنشوفه حالياً، وظهرت وهي حاملة شبل صغير وعم بتلعبه، وقالت إنه إجاها كادو من الملحن محمد رحيم بمناسبة عيد ميلادها، وإنه ما كانت أساساً تتخيل بيوم من الأيام إنه يهديها شخص شبل حقيقي. بس كارول نزلت هالفيديو من هون وقامت القيامة من هون. كتار قالوا إنه كارول هي مخالفة للقانون وحتتعرض للعقوبة، وبعض الجمعيات الخاصة بالرفق بالحيوان انتقدت كارول وطلبت بتسليم هالشبل لحديقة الحيوان أو تسليمه لأي جهة معنية. وطبقاً لقانون وزارة البيئة المتعلق بحيازة الحيوانات المفترسة والبرية، هذا الشيء يعتبر جرم وممنوع إلا بترخيص، ولازم يتم تحرير محضر للبلاغ عن حيازة هي الحيوانات. هون بقى كارول ما قدرت ما ترد وتوضح، فنشرت وقالت: ما بصدق إنه في ناس عن جد مفكرة إنه هالشبل رح يعيش ببيتي وعندي بنت صغيرة عمرها 6 سنين. وضحنا وكتبنا إنه الموضوع مزحة بمناسبة عيد ميلادي وما له حقيقة، وهالشبل كان عم يتعالج ببيت الصديق الملحن محمد رحيم وزوجته يلي هي أساساً مدربة للأسود، واليوم من بعد ما شفي صار مع أمه ويلي عنده مشكلة مع السيرك يروح يحاسبه. طيب أنا إجا عيد ميلادي اليوم وإجاني كادو كتير غريب، ما بحياتي كنت بتخيل حدا يهديني أسد، أسد حقيقي عمره شهر. طب في أهضم من هيك؟ ليكو شو بتقلكو إنه ما بيأذي، ما بيأذي أبداً، بعده صغير لأنه ما عنده نياب، وبس عم بغنجه كأنه شي كلب. شو مهضوم، شو معقول؟ رقيق وخرج ديبا النوطة كمان. ليك عم بيعمل أسنانه، عم بيمرن أسنانه. كيوت، سو كيوت. يعني مثل العادة الجدل دايماً بيكون كبير، وخصوصاً لما يكون الحكي أو الموضوع بيخص السليبريتيز يلي هم أساساً تحت الضوء، فهون يمكن بيكتر الحكي وبتكتر وجهات النظر والتكهنات والقيل والقال. تاني أخبار جولتي ولوج إن جديدة على فيسبوك. مقطع فيديو انتشر بالساعات القليلة الماضية واعتبروه الكتار مؤثر وأثار تعاطف واسع على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. هالمقطع بيحكي عن إغماء والدة التوأم السيامي مودة ورحمة بسبب فرحها بنجاح عملية فصل عن بعضهم. وبالتفاصيل، نجح فريق طبي وجراحي بفصل التوأم السيامي اليمني مودة ورحمة من بعد عملية جراحية طلبت يمكن جهد ضخم من الفريق الطبي حسب توصيفهم. وظهرت والدة التوأم بهالمقطع يلي عم نشوفه حاليا وهي عم توقع على الأرض من بعد إصابتها بحالة إغماء خلال وجودها بالمستشفى، ولكن أكد أحد الأطباء أنه هي الحالة طبيعية وأنها بصحة جيدة. طبعا نجاح عملية فصل التوأم اليمني بعملية جراحية يمكن استغرقت تقريبا 5 ساعات، شارك فيها 28 طبيب وأخصائي. وهذا الخبر كان الترند بالساعات القليلة الماضية، مو لأنه عمل هالمرة جدل أو تضارب بالآراء، ولكن لأنه هالإنجاز كان كتير كبير وعطى فرصة لهالطفلتين أنه يكملوا حياتهم بطريقة طبيعية، وأيضاً عطى الأم أمل وفرحة يمكن ما في أغلى منها، فرحة بالحياة. طبعاً هاي العملية شهدت تحقيق إنجازات عديدة من ضمنها إفاقة التوأم بعد العملية وعدم حاجتهم لنقل الدم، وكمان اختصار وقت العملية من 11 ساعة ل 5 ساعات بس. يا الله، من الفرحة يا جماعة طاحت أمهم، من الفرحة طاحت أمهم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. كويسة؟ لا كويسة الحمد لله. كويسة حطها، ما أثرت عليها؟ لا ما أثرت عليها الحمد لله. هذه نشوفها حتى في بعض اللي يشوفوا بعض الحالات هذه.
عمليات وكذا بعضهم تحصل الحركة يعني الحمد لله على سلامتك ما يخاصة بال يعني حتى تحصل بالطوافل. يعني فرحة الأهل بولادهم شو ما كان عمرهم أكيد ما بعد فرحة، وهن أغلى نعمة الله بيبعتها للأهل، أكيد ما حدا بيعرف قيمتهم غير المحروم منهم، كرمال هيك الله لا يحرمهم لحدا يا رب. ختام جولتنا اليومية ولوجين أخيرة على تويتر. ومن البلدان العربية رح روح بآخر أخبار جولة لوجين اليوم لعند فرقة ميرور، وحادثة مرعبة ضجت فيها السوشيال ميديا كافة. شو السبب؟ حخبركن. حالة من الرعب أثار يمكن مقطع فيديو عم يمرق حالياً، وحنشوف تفاصيله بحادثة لفرقة ميرور الغنائية على الهواء صارت مباشرة من بعد ما وقعت شاشة عرض كبيرة على المسرح أدت لإصابة 3 راقصين، أحدهم إصابة خطيرة وعم يتلقى حالياً العلاج وهو بالعناية المشددة. أما أعضاء الفريق الغنائي اللي عددهم 12 شخص ما انصابوا بأي أذى، وقررت السلطات أنه تفتح تحقيق بهذا الحادث، ولكن تسبب هذا الحادث أيضاً بإصابة 5 أشخاص. لا يمكن أن هدول الأشخاص وقعت الشاشة وسط صراخ الجمهور، ويمكن للأسف اضطرت أنه يمكن تنصاب هدول الأشخاص ويتم نقلهم للمستشفى. وزير العمل بهونغ كونغ كريس سون قال أنه مو مستبعد اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد المسؤولين، وأكيد حيتم اتخاذ هاي الإجراءات والمحاسبة. وأشارت الشركة المنظمة لهذا الحفل ببيان لإلى أنه حيتم إلغاء جميع العروض المتبقية، وأيضاً حيتم إعادة حق التذاكر للأشخاص يلي كانوا حاضرين. يعني منأسف لهذا المشهد لأنه يمكن كتير عن جد صدم كتار، ويمكن في أشخاص ما قدروا أنه يتابعوه للأخير. يعني أنا هي كانت حلقتي لليوم، وهدول كانوا أخباري، ومع هذا الخبر بكون وصلت لنهاية جولتي اليومية من لوج إن. برجع بشوفكم بكرة إذا الله راد بجولة جديدة ولفة جديدة على مجموعة مواقع التواصل الاجتماعي، ومن هلأ لوقتها ضلكم بألف خير. باي باي.